اسم إذا سمع في أصداء الشارع الرياضي يذكرنا بالإنجاز الأكبر للكرة القطرية في يناير من العام الماضي، حيث توج المنتخب القطري بكأس أمم آسيا الأخيرة في ظل تواجد العديد من المواهب والأسماء التي كانت أهلاً لذلك الإنجاز. والآن وبعد مرور عام على الحدث المذكور، هناك أحداث كثيرة تنتظر المنتخب الوطني قبل انطلاق كأس العالم المقبلة، على رأسها تصفيات آسيا وبطولة كوبا أمريكا التي ستقام في الأرجنتين في الصيف المقبل. لكن الإسباني يواجه أموراً سلبية وأخرى إيجابية، ففي حين نالت الإصابات وتذبذب مستوى اللاعبين جزءاً كبيراً من حظه السيء بإصابة العديد من اللاعبين، أبرزهم قائد المنتخب حسن الهيدوس وسالم الهاجري وبسام الراوي ولائحة من الأسماء التي تصنع الفارق. لم يغفل فيليكس عن متابعة اللاعبين، حيث تواجد في العديد من المناسبات والبطولات المحلية للمراقبة عن كثب ومحاولة إدراك الأمر. ففي غياب النجوم عن المنتخب والدوري بداعي الإصابة، بارزت أسماء أثبتت أنها تستحق التواجد بين الكبار. فهل سنرى هذه الأسماء ضمن صفوف المنتخب؟ وهل سيتم إعطاؤهم الفرصة للتواجد في المناسبات الكبيرة؟ وهل سيجد سانشيز ما يبحث عنه من أسماء في دورينا المحلي لتمثيل المنتخب والحفاظ على مستواه الدولي؟